7 اكتوبر العمى صار لي ساعتين وانا ساردة على هالريلزات وما حسيت بالوقت ابدا. سلمك يا جماعة، ننسى حالنا ونحن عم نتابع ريلزات الانستغرام، وصارت مع التكرار عادة يومية ووصلت عند البعض الى حد الادمان. ونحن عم نتابع ريلزات الانستغرام منحس حالنا انه تعبانين ومالين وما لنا حيل بنعمل اي شيء لانه نحن اندمجنا مع هدول الريلزات. طيب ليش؟ اكشبره بعيد عن السامعين. هيدي الظاهرة تسمى ظاهرة عقل القرد. هذا المصطلح بيعني فيه حالة التشتت والادمان اللي نحن منصاب فيها ونحن عم نتنقل بين مواقع التواصل الاجتماعي. ببساطة اكتر يعني مثل القرد هو عم ينط من شجرة لشجرة وعم يبحث عن الموزة اللي هي سر سعادته، والإنسان كمان نفس الشيء. ونحن كبشر منميل للتصرفات يلي بتمنحنا مكافآت فورية، يعني بنحب نحن دايما انه نكافئ حالنا بسرعة على اي شيء بنعمله، وهي الظاهرة تسمى الاشباع الفوري. ظاهرة الاشباع الفوري يا جماعة هي سعادة قصيرة نحن مندور عليها، مثل وقت منحط ستوري او منحط بوست فنحن منضل بحالة ترقب دائم، مين شاف الستوري، مين حط لايك، مين ما حط لايك، وكلنا منحس بهذا الشيء. وهذا الشيء بيأثر سلبا علينا. تعالوا نحكي بالارقام، 60% من الشباب بيقضوا 3 ساعات وهنن عم يتنقلوا بين مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدين بيشعروا انهم ضيعوا وقتهم بعد ما بالاساس هو الوقت ضاع. بعام 2015 اجت مايكروسوفت كندا وبعد ابحاث كثيرة قالت متوسط انتباه الفرد انخفض من 12 ثانية ل 8 ثواني بس. العمى ما عاد حدا يركز معنا يعني، وممكن كمان بالحلقة ما عاد حدا يركز يعني، بس اول 12 ثانية او 8 ثواني ركزتوا بعدين، احنا ما بدنا هيك. على فكرة يا جماعة مواقع التواصل الاجتماعي مصممة بخوارزميتها على انه المستخدم يضل فيها لأكبر وقت ممكن، مثل التمرير اللانهائي او التشغيل التلقائي او المحتوى المخصص حسب عمر الفرد واهتماماته. يعني دائما احنا بنكون عم نقلب الفيسبوك او الانستغرام تطلع عنا قصص احنا بنكون عم نحكي عنها من يومين او ثلاثة، او مثلا بنكون عم نحكي عن شخص ثاني يوم او قبل بعد ساعة او ساعتين، بيطلع لك ضمن الاشخاص الذين قد تعرفهم كيف وشلون. هاي خوارزميات. وعلى فكرة كمان في ناس انصابوا بهوس للتصفح السلبي للاخبار. شو هذا؟ يعني هدول الناس بيحبوا النكد كتير، ما بيحبوا غير يتصفحوا الاخبار السلبية قصة ورا قصة. وعلى ذمة الدراسات، مو على ذمتي ابدا، انه مصطلح الهوس بتصفح الاخبار السلبية بدأ مع جائحة كورونا، لما الاشخاص او الافراد كانوا عندهم هوس بمعرفة اخر المستجدات عن الوضع، مين مات، مين عاش، وين وصلت الجائحة، رح يطلع لقاح ولا ما رح يطلع لقاح، وهيك انتشر هيدا المصطلح. على ذمة دراسات تانية بتقول انه المصطلح بدأ بعام 2018 على منصة تويتر اكس، مش عم ما يزعل عمنا ايلون ماسك، كمصطلح ثقافي ويقصد به الذعر من وسائل التواصل الاجتماعي. طيب ليش منتصفح الاخبار السلبية؟ يعني ليش منجيب النكد لحالنا؟ وفي ناس تقول ليش بتشتروا النكد مشترى؟ الخوف. ايه الخوف، لانه بيصير شيء منه منيح ابدا ونحنا ما منكون عرفانين فيه، فنحنا نتصفح الاخبار السلبيه لمعرفه السيناريوهات والاحداث والاحتمالات الممكنه لاي حدث عم يصير. ومن سلبيات الهوس بتصفح الاخبار السلبيه انه بيسرق منا نعيش اللحظه، لانه هو نشاط لا عقلاني ابدا، يعني ما انه نسيطر عليه ابدا ابدا ابدا، لانه هو بيمنعك من الانتباه لمشاعرك وعواطفك وبالتالي بيضر بصحتك النفسيه. طيب هلا رح تقولوا لي
كيف فينا نتخلص من الهوس بتصفح الأخبار السلبية؟ عندي ببساطة شديدة وعلى بساطة أحمدي، نحنا قدرانين نتحكم بكل شيء بالحياة، بس لما نكون عنا إرادة. أول شيء بنعمل ستوب 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 ونوقف في مصادر الأخبار السلبية. يعني فيك بتعمل أنفولو لحدا، بس بنفس الوقت يا جماعة هيدا الشيء ما بيعني إنه نحنا ما بنهتم أبدا بالقضايا العامة. اثنين، إنه نكون عارفين للمدة يلي منتصفح فيها، يعني حددوها، لأنه الوقت يلي نحنا عم نضيعه على السوشيال ميديا نحنا قدرانين نستغله بوقت مفيد لإلنا. يعني كتار منا نحنا عم نضيع وقت بمحادثات أو تصفح ممكن نحنا نقدر نقعد مع عائلاتنا أو رفقاتنا، وبلا هذا التصفح والمحادثات الإلكترونية اللي هي خالية أبداً بالمشاعر ممكن تنفهم خطأ. في سؤال تعالوا نحكيه بصوت عالي كلنا سوا، وهو على طرف لسان كل حدا ببال كل حدا كمان، هل الستوريات مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي هي نفس الحياة الحقيقية اللي بيعيشوها؟ مجلة شوت كيت الأسترالية المعنية بالتصوير الفوتوغرافي عملت استبيان وسألت الأزواج يلي بينشروا صورهم بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي عن حياتهم الزوجية، وسألتهم هل الصور يلي بتنشروها على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس صورة سعيدة للحياة الزوجية يلي بتعيشوها بالمقارنة للأزواج يلي ما بينشروا أبدا شيء عن حياتهم الزوجية؟ استبيان شمل أكثر من 2000 بريطاني تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، والمفاجأة 10% من الأشخاص يلي بينشروا محتوى بشكل دائم عن حياتهم الزوجية قالوا إنهن سعداء جدا، 42% منهم قالوا إنهن غير سعداء جدا جدا، و 46% من الأشخاص يلي ما بيشاركوا أبدا شيء عن علاقتهم الزوجية قالوا إنهن سعداء جدا، وإستا 2% أنا ما قلتهم، رجعوا على المجلة واكتشفوا حالتهم. يعني الناس بتكذب دائما على مواقع التواصل الاجتماعي حسب المجلة. تعالوا نحكي عن الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي. الدراسات بتعرف الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تباهي بأشياء غير صحيحة وبتختلف عن الحياة الواقعية اللي بعيشها الشخص اللي عم يكذب. واحدة من الدراسات بتقول انه 1 من كل 10 اشخاص بيقولوا او بيحددوا انه هن موجودين بمكان ولكن فعليا وعلى ارض الواقع ما هم موجودين فيه. كذب الرجال على مواقع التواصل الاجتماعي بيكون عن حياتهم العملية ولياقتهم البدنية، اما كذب النساء على مواقع التواصل الاجتماعي بيكون عن حياتهم العاطفية. طيب السؤال هون الكل، خبرونا بالتعليقات، هل كل ما بينشروا الناس على مواقع التواصل الاجتماعي مهما كانوا بيعكس حياتهم الواقعية، وهل بتثقوا بالقصص اللي بينشروها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يا ترى هل بتسبب بعض المنشورات بإحساسكم بالغيرة وعدم الرضا عن أنفسكم؟ وأخيرا ليش البعض بيميل لتزييف حياته على مواقع التواصل الاجتماعي؟